اوكي، راح اغير ايضا نوع الخط هنا شوية، راح اخليه عريض، راح اخليه بالنص عشان انه هو تايتل، اعدل على النص. اوكي، في هذا الشريط انا كتبت تايتل الحين، عنوان. طبعا انا اقدر اتحكم في الخط نفس ما شفته، وايضا اقدر اتحكم في بوكس التكست. ممكن ارفع البوكس فوق شويه، او ممكن انزله اخليه بالنص، يمين يسار، بس مثل ما قلت لكم لا نطلع عن الخطوط او الحدود اللي محطوطه لنا على جنب، عشان نضمن يكون العرض في جميع الاجهزه موحد. اوكي، طبعا في هذا الستريب انا مو بس اقدر اضيف تكست، انا اقدر ايضا اضيف صور، وهم عن طريق أيقونة آد إضافة. أروح على Image، أوكي، اللي هي تحت Text، أضغط على Image، وبإيمج عندي هني خيارات وايدة. أوريدي هذه الخيارات اللي تحت راح تكون موجودة في الخيار الحين راح أضغط عليه، فراح أضغط على أول خيار اللي هو My Image Uploads. راح يطلع لي هالبوكس، في هالبوكس هني وايد خيارات، free from wax، social image اللي هي تكون عن طريق مثلا انستغرامي او الفيسبوك تبعي او الدروب بوكس او الجوجل درايف تكون محفوظة، وماي ايمج صور انا اوريدي مسويت لها، يعني مسويت لها اضافة في داخل هذا البوكس. اوكي، في يعني ماي ميديا تكون. انا راح اروح على free from wax، طبعا هم الصور هني categorized مثل ما انتم شايفين. راح نختار صورة، راح اسوي search انا، طبعا خيار search هني عشان يسهل عليكم عملية البحث، فانا بقول صور تكون اكثر يوسف. اوكي، free from wax. اوكي، ما ادري ليش خيار البحث ما قاعد يشتغل عندي، فا اوكي راح اروح حق خلينا نقول health، اقرب لموضوعنا. خيارات صور وايد، راح اختار صورة مناسبة. اوكي، اشوف ان هذه الصورة مناسبة، راح اضغط عليها واروح حق add to page، الصورة انضافت عندي. ايضا الصورة انا اقدر اتحكم في حجمها، واقدر اتحكم وين اوديها، يمين في نص الشريط او في يساره. راح اخلي الصوره بالنص، الستريب راح اخلي شوي، راح اعرض الستريب طبعا عن طريق اللاينز اللي انتم شايفينها هني. اوكي، ممكن اعرض من فوق وممكن اعرضه من تحت، انا راح اعرضه من تحت لان مبدئيا المسافه اللي من فوق انا ابيها، راح اعرض الستريب من تحت. طبعا اقدر اعرض كثر ما ابي، اوكي، بس انا راح اعرض الستريب، راح اخليها العرض. وايضا انا اقدر اضيف تكست عن طريق اضافه مره ثانيه تكست، وممكن اضيف تكست معين او كلام معين يكون تحت هذا العنوان. اوكي، هم راح اضيف شغله ثانيه من ايقونه اد، راح اروح على بوتن، اوكي، وراح اختار الزر اللي انا ابي. طبعا اشكال وايد ازرار عندكم هني، على حسب شنو ديزاين الصفحه اللي انتم اخترتوها ممكن تقدرون تنسقون عليها. انا اشوف ان الاقرب هذه، راح تطلع عندي او راح يطلع عندي الباتن هذا الزر، راح احطه اسفل الصفحه او اسفل الستريب سوري،
وراح اسوي دبل كليك عليه عشان بس اعيد تسميته، اغير اسمه. طبعا هنا يطلب مني ان انا اسوي سيف، طبعا هو اوريدي يسيف، ومرات يطلب انه تسيفون السايت. اذا طولتي بالشغل على السايت فيطلب منك ان تسيبينه، بس هو اوريدي مثل ما قلت لكم ترى يسيف كل شيء تلقائي، فحتى لو طلعتوا من السايت بالغلط راح ترجعون له، راح تلقون شغلكم موجود. انزين اعيد تسميه الزر الباتن، اني راح اسمي الزر الرجوع. اوكي انا بكذي خلصت اول ستريب، وطبعا اقدر اضيف اكثر من ستريب، اضيف ستريب مره ثانيه، ستريب اخر، واعيد على الستريب احط فيه او اسميه ما الجديد. فراح اسوي الخطوات الحين على السريع، اد ستريب، وراح اضغط مره ثانيه ستريب لونه ابيض، بس راح ابعده طبعا، راح اخلي مسافه بينه وبين الستريب الاولي، مسافه لا باس فيها. اوكي وراح اسوي حق الستريب اد مره ثانيه تكست، والتكست راح يكون تايتل. اوكي دبل كليك، اغير لون الخط، راح اسمي التكست هني سوري، راح اسميه ما الجديد. وطبعا باختلاف مسميات اللي انت راح تختارونها، واختار بالنص للتنسيق، وممكن اختار صورة، ممكن اضيف تكست هني على خانة ما الجديد، ممكن اضيف اللي ابي. راح اضيف البوتن، طبعا البوتن شيء مهم احنا نضيفه الزر، لانه هو اللي راح يكون اغلب الشغل عليه، وراح احط البوتن ايضا هني في اسفل الصفحة، ودبل كليك اجين، وراح اسميه الرجوع بعد. اوكي الحين انا كذي صار عندي تو ستريبس اللي هما شريطين، شريط خاص في الاسلام وعلمه فوق الجينات. اوكي وراح اعبيه بالطريقه اللي ابيها، صور، ممكن حتى فيديوهات انا اضيف، وتكست نص. والستريب الثاني هم سميته على العنوان الثاني اللي عندي هني ما الجديد، ونفس ما قلت لكم نقدر نضيف له تكست وصور ونضغط، وما ننسى ان اثنينهم او الشريطين نضيف لهم زر الرجوع، هذا الى الباتنز لازم نضيف لهم، لان الحين الشغل راح يبلش على هذه الازرار. الخطوة التالية راح تكون هي إيه، شلون انا اربط اوكي هذه العناوين بحيث ان انا مجرد ما اضغط عليها تنزل على الستريب هذا، ومجرد ما اضغط على زر الرجوع ترجع الصفحه فيني للاعلى. الحين هذه الحركه الحين راح نبلش نسويها. عشان نسويها راح احتاج اروح حق اد، ومن اد ادش على مور اللي هي تكون اخر واحده، ومور راح يكون فيه هني خيار انكرز. اوكي راح اضغط على انكر، ومثل ما انتم شايفين هني طلع معاي الانكر اللي هو يكون بهذا الشكل. راح ابعد هذا البوكس شويه، طبعا هذا البوكس خاص فيه خيارات قياسات الصفحه. هذا الانكر انتوا شايفينه، هذا هو. اوكي اقدر اشوفه، اتحكم فيه، انزله اعلى، انزله اسفل الصفحه، اصعده على الصفحه، انا اقدر اتحكم فيه بالطريقه اللي انا ابيها. اول انكر انا حطيته في الصفحه راح انزله، اوكي راح انزله واخلي مثل ما انتوا شايفين هو الانكر يصير مستطيل كذي، ويكون في لاين، خلي اصعد فوق بس عشان يبين معاكم، في لاين ازرق نفس لونه تركواز. انا احرص على ان هذا اللاين اوكي لما انزله احرص على ان هذا اللاين يكون على العنوان بالنص،
ومجرد ما انتم تكونون بالنص راح تشوفون في بوكس راح يصير حوالين التايتل مالكم، كأنه يأكد لكم ان اي ترى الانكر موجود على مثبت على نص العنوان بالنص. فانا ابي يكون في هذا الموقع، اوكي حطيته في المكان اللي انا ابي. الحين راح اروح على المستطيل هني تركواز نفس الانكر وراح اسوي دبل كليك، راح اسمي هذا الانكر اول انكر، راح اسمي اول انكر راح اسميه نفس اسم التايتل اللي عندي، يفضل عشان ما اخربط. ممكن تسمونه اي اسم ثاني، ممكن تسمونه انكر 1، ممكن تسمونه انكر 2، وكثر ما تحطون انكرز تحطون لهم نمبرز بالطريقه اللي تبونها، بس انا افضل اني احط اسم التايتلز عشان بعدين لما اربط اعرف اي انكر قاعده اربطه في اي عنوان. حلو. الاسلام وعلم ما فوق الجينات، انا بشذي سميت الانكر الاول. حلو. انزين ايضا راح احتاج انكر ثاني لان انا عندي ستريب ثاني، فانا ايضا هني ما الجديد ابيها لما اضغط عليها تنزلني على الستريب الثاني، فراح اروح اد مره ثانيه ومور واضغط على انكر، راح يطلع عندي انكر ثاني، راح اضغط عليه دبل كليك راح اسمي ما الجديد نفس اسم التايتل اللي عندي، ونرجع ناكد على مكان الانكر انه مثل ما قلت لكم يكون بالنص مثل ما انتم شايفين. انا اقدر احركه فراح اخليه هني بالنص، اوكي. راح اضيف انكر ثالث اخير حق زر الرجوع اللي هو راح نضغط عليه في العرض لما نعرض الشاشه او الموقع، مجرد ما نضغط على الرجوع راح يصعد فينا مره ثانيه في اول الصفحه، فانا ايضا محتاجه انكر واحد زايد. اضغط على اد مور وانكر دبل كليك، هذا الانكر راح اسميه رجوع لان الغرض منه انه هو يرجعنا للاعلى او يرجعنا للصفحه نفسها، بس هذا الانكر عشان هو رجوع يرجعنا حق اعلى الصفحه فاحاول احطه في اعلى شيء بالصفحه، اوكي يعني احاول احطه، ما احطه هني ولا احطه بهني ولا احط، لا احاول احطه اعلى مكان في الصفحة عشان أضمن إن لما أضغط على رجوع يرجعني مرة ثانية أعلى الصفحة يعني من أولها. حلو؟ أوكي أنا هذا الأنكر حطيته فيه أعلى الصفحة وراح بس الحين أبلش شوية أعدل القياسات الجدول وترتيب الصفحة بحيث أنها تكون شوي مرتبة. أوكي الحين انا راح اربط، انا الحين حطيت الانكرز مثل ما انتم شايفين على كل عنوان، حطيت انكر وحطيت انكر حق الرجوع فوق في اعلى الصفحه عشان لما اضغط على الرجوع يرجعني حق اعلى الصفحه. زين الحين انا ابي اربط، شلون اربط؟ اوكي اول شيء راح اضغط عشان الحين الربط، راح اضغط دبل كليك اوكي على الاسلام وعلم ما فوق الجينات، وراح تطلع لي خيارات التكست سيتنج. من الخيارات في لينك هني في هذا الشريط راح يكون في خيار لينك ربط، راح اضغط عليه. راح تطلع وايد شغلات ممكن اسوي لينك معاها، انا هني ابي اسوي لينك مع الانكر فراح اختار الانكر، وراح يطلع هني الانكرز اللي انا انشاتها توني اللي هما ثلاثه اللي هو الرجوع والاسلام وعلم ما فوق الجينات وما الجديد. اول انكر راح استخدمه نفس الاسم اللي هو الاسلام وعلم ما فوق الجينات بحيث انه راح ينزلني حق شريط الاسلام وعلم ما فوق الجينات مجرد ما اضغط عليه، فراح اسوي دان خلاص انا بكذي ربط. ايضا ما الجديد دبل كليك نروح حق لينك ربط واضغط على انكر، وراح اختار شنو اللي بربطه فيه، راح اربط في انكر ما الجديد عشان ينزلني على شريط ما الجديد اللي تحت، وراح اسوي دان. بقى عندنا خطوه اخيره اللي هي شنو الباتنز اللي احنا سويناها. حلو الباتنز هذه راح اروح لها وايضا راح اضغط عليها دبل كليك، ممكن طريقه ان انا اضغط دبل كليك راح يطلع لي اد اللينك او ممكن في هني لينك بعد. اوكي راح اضغط اد اللينك
ومرة ثانية راح أروح حق أنكر وراح أربطها في أنكر الرجوع اللي إحنا سويناه وحطيناه في أعلى الصفحة، عشان لما مجرد ما أضغط على رجوع راح نصعد أعلى الصفحة، يعني تلقائي تصعد فيني أول الصفحة، وأسوي دن. نفس الخطوة راح أطبقها على الزر الثاني، وراح أسوي Add a link و Anchor وأضغط على الرجوع و Done. أنا بتشذي ربطت وخلصت كل شيء في الصفحة، اللي باقي بس الحين راح أسوي بريفيو عشان أشوف شنو الأشياء، الخطأ، القياسات، ممكن يكون في أشياء يعني قياسها خطأ قياسها صح، الحين راح أشوف. طبعا أنتم ما شايفين ترى الحين توه سيف وهو تلقائي من نفسه. انزين أروح على بريفيو، الحين هذا بريفيو راح يطلع لي شلون الموقع راح ينعرض، شلون الموقع راح يكون شكله. راح أضغط على الإسلام وعلمه فوق الجينات، أوكي وداني على الإسلام وعلمه فوق الجينات، بس ارتفع شوي فوق. الحين راح نرجع بالتعديل، راح أعدل، أوكي راح أخلي تكون كذي بالضبط، أوكي. أضغط على زر الرجوع، مثل ما أنتم شايفين رجع فيني إلى أعلى الصفحة مرة ثانية. أضغط من الجديد ياخذني على strip من الجديد، أضغط الرجوع رجعني أعلى الصفحة. طبعا قياسات ما قياسات هذه أشياء نعدلها طبعا لازم، عشان بس إن شكل الموقع يكون مرتب، أوكي ويكون يعني متوازن الشغل، يعني يكون equal، يعني ما يكون شيء قياسة غير عن الثاني. فهذه أشياء شوي نراعيها في التصميم عشان شكل الجمالي. احنا قلنا هذا الانكر الاسلام وعلمه فوق الجينات شوية كان صاعد فوق حيل، فخلونا نجرب شوي النزلة، اوكي راح اسوي بريفيو. طبعا هذه تعديلات كلها نقدر نعدل كل شوية. ارجع مرة ثانية الاسلام وعلمه فوق الجينات، لا صعد وايد، اوكي راح ارجع مرة ثانية، اوكي سوري راح ارفع الانكر شوية فوق. خلينا نشوف الحين بريفيو شلون راح يطلع شكله، اوكي كذي تمام. اروح على رجوع، رجع فيني على الصفحة مال جديد، نزلني على strip مال جديد، اضغط رجوع رجعت مرة ثانية على اعلى الصفحة. بكذي احنا نكون سوينا جدول المحتويات الخاص فينا، اوكي. وهذه طريقة عمل جدول المحتويات بشكل عام، وطريقة إن شاء الله تكون سهلة، مجرد ممارسة. ممكن في البداية شوي تحسون بصعوبة فيها بحكم إن إحنا أول مرة نستخدم الويكس، بس مع الممارسة إن شاء الله تشتغلون عليه راح تحسون إنه سهالات إن شاء الله. وشكرا لكم طالبات على المتابعة، وأتمنى إن أنتم راح تستفيدون من هذا الفيديو.